السلام عليكم. الله وبركاته. ازاي اعمل انسيرت للاين ويت؟ اخش على قناه انسيرت ومن قلب امبورت بلاقي سهم صغير كده، لما بقف عليه بيقول لي امبورت لاين ويتس، اللي هي خاصه باللوح الاوتوكاد والسماكه بتاعتها والحاجات ديت. بتلاقي هنا الكالر نمبر بتاعت الملف الدي دبليو جي، تمام، اهوت من 1 لحد 255، وده اللاين ويت بتاعه. طبعا لو دخلت رقم اكبر من 16، يعني لو دخلت رقم 22، هيقول لك لا لازم تدخل من 1 ل 16. فانت تقدر تقول له مثلا ايه، لا انا عايز اخليها 5، فمش هيعترض عليه. او ممكن تقول له لوت، بيقول لك الملف اللي موجود حصل فيه تعديل هيتلغي، اقول له ماشي. تمام، تقدر بقى تستعين باللاين ويت فيبدا يجيب لك الملف. ممكن يكون في ملف انت مجهزه ومظبط فيه الالوان.